السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا في القراءة للسنة الخامسة. الصرف والتحويل، المجرد والمزيد، الحصة الأولى، تقديم. في هذا الفيديو سنرى كيف ستستخرجون الفعل المجرد والمزيد وقاعدته، وكيف يمكنك تمييزه من فعل المجرد والفعل المزيد. لنبدأ بالفعل المجرد. الفعل المجرد هو ما كان جميع حروفه أصلية في الماضي وهو خارج. ما معنى جميع حروفه أصلية؟ لا يمكننا أن نستغني عن حروفه الأصلية. خرج، هل يمكننا أن نستغني عن حرف الخاء؟ لا. هل يمكننا أن نستغني عن حرف الراء؟ لا. هل يمكننا أن نستغني عن أي حرف من حروفه؟ لذلك هو سمي فعل مجرد. ولماذا سمي فعلا مجردا؟ لأنه تجرد من أحرف الزيادة. لنذهب إلى الفعل المزيد. هو ما زاد على أحرفه الأصلية حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف. هو أخرج، تخرج، استخرج، أخرج. أين هي حروف الزيادة؟ الألف مزيد بحرف واحد. تخرج، أين هي حروف الزيادة؟ هاي حرف التاء. حرف التاء هي حروف الزيادة. استخرج، أين هي حروف الزيادة؟ الألف والسين والتاء. أحرف الزيادة التي تزيد على الأحرف الأصلية تسمى أحرف الزيادة، وتجتمع في كلمة سألتمونيها. يجب عليكم أن تتذكروها لأنها سوف تفيدكم. لنذهب إلى أطبق. أتي بفعل مزيد بحرفين وأركبه في جملة. مزيد بحرفين، يجب علي أن يكون حرفان في حرفين من حروف الزيادة في أحرف الأصلية. لنذهب إلى خارجة. سوف نقوم بإدخال حروف الأحرف الزيادة عليه، مثل تخرج. أركبه في جملة مفيدة. تخرج الطالب من المدرسة. تخرج طالب طالب من المدرسة. أين هي حروف الزيادة؟ التاء والتضعيف. أحول الأفعال المجردة إلى أفعال مزيدة والأفعال المزيدة إلى أفعال مجردة وأركبها في جملة مفيدة. اعتمد، هل هو فعل مزيد؟ نعم، وهو مزيد بحرفين، الألف والتاء. كيف سوف نرجعه إلى أصله؟ سوف نرجعه إلى ماضي الفعل الماضي. الضمير هو عمد. أي نركبه في جملة. عمد الطالب المقلبة.
عمد الطفل المقلبة. طفل المقلبة. وصل. وصل هو وصل، إذا هو فعل مجرد. يجب علينا أن نرجعه إلى الأفعال المجردة إلى الأفعال المزيدة. إذا وصل 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 التلميذ الدراسة. وصل التلميذ دراسته. هاجر هو فعل مزيد أم مجرد؟ لنرجعه إلى ماضي الفعل، ماضي الضمير هو. هو هاجر. نرجعه إلى فعل مزيد. هاجر الرجل إلى إسبانيا. هاجر الرجل إلى إسبانيا. إلى إسبانيا. اشترى. هل هو فعل مجرد أو مزيد؟ أدو. إنه فعل مزيد بإشارة. هو اشترى، مزيد بحرف واحد والألف. اشترى. لنرجعه فعلا مجردا. اشترى اشترى الرجل هدية. اشترى الرجل عفوا اشترى اشترى الرجل هدية. هدية. أعد هو فعل مجرد أو مزيد؟ نعم هو فعل مزيد، لأنه مزيد بحرف واحد، هو الألف. لكي نرجعه إلى فعل مجرد، يجب علينا أن نرجعه إلى ماضي الفعل هو. هو وعد. عد الصحون. من البيت. خرج هو فعل مزيد أم مجرد؟ نعم إنه فعل مجرد. نرجع إلى الفعل إلى فعل مزيد. خرج. خرج. الآن انتهينا من أطبق. نذهب إلى أقارن بين ألاحظ وأكتشف. الفعل رجع حروفه الأصلية الراء والجيم والعين. الفعل مع أحرف الزيادة رجع تراجع
استخرج استرجع. أحرف الزيادة الألف رجع، أحرف الزيادة ألف، سرجع أحرف الزيادة تاء والألف، استرجع أحرف الزيادة الألف والسين والتاء. عرف حروف الأصلية. لننتهي وإلى اللقاء.